عنده مشكل كبير في توظيف اللاعبين وبالدليل، تكلم غير بالدليل. بالخيتر كان عنده بوقرة يعني في الكومبرون بلاسون اللي جابوا من نادي البارادو، نعم، ومستواه ممتاز. بالخيتر يلعب أكثر من 30 مباراة متتالية، صحيح. بالخيتر مصاب، بالخيتر لازم يلعب. حتى بالخيتر في مباراة من المباريات عمل حركة دار كلاكاج، الكلاكاج هذاك استقام له 45 يوم. من المسؤول؟ المدرب واللي واقف على اللياقة البدنية نتاع اللاعبين. أول مسؤول في كل ما يصير في دون زي كوليكتيف لاعبين هو يتحملها المدرب. نفس الشيء مع ميريزيك، نفس الشيء مع دراوي في وقت من الأوقات. يلا بروبليم دو شارج دونترينمون، دونك انت يبان لك اللاعب تقول هذا اللاعب واش به ماهوش مليح، ما تعرفش انت واش في الاسبوع، احنا ما نعرفوش. ممكن دار له دو غرون شارج، ممكن عطاه ما عطاهش يعني الجرعه اللي لازم ياخذها اللاعب، لان اللاعب لا فورم فيزيك نتاع اللاعبين كان اللي يكون في تصاعد، كان لما ينزل لازم تعرف بذكاء انت كمدرب لازم كيف تتعامل مع اللاعب باش يبقى في الفورما يوم المباراه. تعطي لهم يعني انترافاي انديفيديوال كي سوفي، وكان انترافاي كوليكتيف. هذا الانسان انا لما تكلمت عليه مش من عادتي نتكلم على المدربين كثير، على الانسان هذا انا كنت نشوف في شباب الوزداد، نشوف هذاك المشكل في الانسجام، نشوفوا هذاك المشكل في لافورم نتاع اللاعبين، نشوفوا المشكل نتاع لا رونطابيليتي دي جوار سو البلان انديفيديوال. يلعب لك ماتش يرقد لك دو ماتش، هذه الامور كلها ما يعرفهاش الديريجون، ما يعرفهاش اللي راه يجري في الفوتبول ويتغذى من اموال الدوله، هذا ما يقدرش يعرفها لانه ما يشوف الفريق الا فلوس. على هذا السبب اللي في الجمعيات العامه نتاع النوادي اللي ياخذ لا بريزيدونس سيلفو ياخذها بقوه السلاح، دون الانقاص تماما من اولمبي شلف.